جاز لي التعبير. عاشق من إفريقيا، أسمر اللون وبهية طلع، هو أحد العمالقة السودانيين في مجال الأدب وفي مجال الشعر. عرفته إفريقيا كلها من خلال كتاباته ومن خلال عشقه لهذه القارة السمراء التي تمثل عنده وفي داخله السودان، وتمثل للسودانيين رمزا كبيرا. هذا الرجل هو يمر بظروف صحية، نتمنى من الله تعالى له الصحة والعافية وأن يمثل إلى الصحة والشفاء في القريب العاجل. رانيا معانا محطة هاتفية حنعلن من خلالها نفصح عن اسم الزول. أيوة، وقبل ما نتكلم ونقول ألو، خليني أقول شحبت روحي صارت شفقا، شعت غيما وسنا، كالدرويش المتعلق في قدمي مولاه، أنا أتمرغ في شجني، أتوهج في بدني، غيري أعمى مهما أصغى لن يبصرني. في حضرة من أهوى حدقت بلا عطفت بي الأشواق، في حضرة من أهوى حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق، وزحمت براياتي والطبول الآفاق، عشقي يفني عشقي وفنائي استرقاق، مملوكك لكني سلطان العشاق. من هنا سلطان العشاق هو الذي سيكون معنا الآن عبر الهاتف من مسقط رأسه المغرب، الأستاذ الكبير الشاعر المعروف محمد مفتاح الفيتوري. مساء الخير عليك. ألو. أيوه. السلام عليكم. السلام. شاعرنا الكبير محمد مفتاح الفيتوري، مساء الخير عليك. أهلا. كيف أحوالك؟ ألف لا بأس عليك، وإن شاء الله كفارة زي ما بقولوا أهلنا هنا في السودان. شكرا. وأهلك كمان. شكرا. نحن بنحبك كثير ومشتاقين كثير وقلقين على صحتك كثير كمان. شكرا شكرا شكرا. يا ريت تطمنا عن صحتك وإن شاء الله يعني الألم زال. والله إحنا يعني فادي حيل يعني عندنا طلع كبل وفرق وأتوقع عشان هنا يعني أتمنى أن يكون صوت هذا الرجل المحبوب لدى كل الجماهير أن يكون واضحا لدى مشاهدينا الآن. الأستاذ محمد مفتاح الفيتوري، نود أن نطمئن على صحتك ونود أن نرفع أكفنا جميعا، ونحن نحبك بمختلف مشاربنا الثقافية والإبداعية في السودان، أن ندعو الله لك بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأن تعود لأرض الوطن مغردا من جديد. ونحن هنا ننتظر دائما شعرك وإنتاجك الفني الرائع، هذا الإفراز الشعري الذي هز هذا الوطن بكل أنحائه وكل إفريقيا وليس السودان فقط. يا سلام يا سلام يا عين. يعطيك ألف عافية. وخلينا كمان أستاذنا محمد نرسل تحايانا يا سيدة رجات إرماز التي تقف بجانبك دائما، نحن المرأة تقف دائما بجانب الرجل في كل الأحوال، وهي سيدة عزيزة إن شاء الله يعني تقف بجانبك دائما إن شاء الله. سيدة سامعنا أستاذ محمد فيتوري؟ خير معك والله معك. هلو. ألو، السلام عليكم. الأستاذ رجات هي زوجة الشاعر الكبير محمد مفتاح الفيتوري، ومن خلالك أيضا مزيد من التطمين للشعب السوداني عن صحة الأستاذ الفيتوري الذي ننتظره هنا بكل الحب. والله هو الآن يتمتع بصحة جيدة حسب الأطباء، لأنه خرج من العملية، هي عملية بسيطة مجرد كسر أو بأصح شرح في الفخذ، فبسرعة العملية ما أخذتش ولو نص ساعة، وخرج بيقول الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخرج فرح. لك الأدوية بتاع الجلطة الأولى قطعوها عنه، هذا بعد التحليلات، فكنا فرحين جدا بأن الجلطة دابت، لكن الجرح هو بس الآن محتاج للترويض والحمد لله. الحمد يعني لله. نتمنى أنه يرجع للكتابة في الأقرب إن شاء الله.
إن شاء الله، وبالتأكيد الجميع في انتظار الأستاذ محمد مفتاح الفيتوري. إن شاء الله، وأشكر الشعب السوداني لسؤاله الكثير عن الأستاذ الفيتوري كثير، وأخص بالذكر أعضاء السفارة لأنه قاموا بزيارته في المصحة وفي البيت، وهذا شعب يعني أنا أعرف بأنه يحب الفيتوري، هو ابن من أبنائه. نعم. وأطلب منهم أنه يدعو له بالشفاء إن شاء الله، ويرجع ويجيكم إن شاء الله قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. نحن ندعو له بالشفاء إن شاء الله والشفاء العاجل. بارك الله فيك. ومن خلالك ومن خلال شاشة جون دعينا نحيي السادة عمر عبد السلام والأستاذ أحمد محي الدين والأستاذة سناء أبو بكر الشريف الإعلامية بالمغرب، وكل الذين ساعدونا في الوصول إلى مكالمتكم الجميلة والرائعة، وإن شاء الله نتمنى له العودة إلى الوطن الحبيب بكل شعره وبكل إبداعه إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لشاعرنا الكبير محمد مفتاح الفيتوري، وشكرا كبيرا لزوجته التي رحبت بهذه المكالمة من قناة جون الفضائية عبر برنامج وقت المساء الأستاذة رجات. وأدعو كل المشاهدين الآن لأن نرفع كفنا عاليا لله تعالى، وندعو له ونبتهل لله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، أن يعود مرة أخرى لشعبه ومحبه. نرجع مرة ثانية رانيا وقت المساء وضيفتنا الليلة إسلام النحاس.